هذه الأخت أم عبد الله تقول: فضيلة الشيخ، حصل لي في حياتي عضل من والدي ومات والدي وتقدم بي العمر الآن ولم أتزوج. سؤالي: ما حكم عضل المرأة في الشريعة الإسلامية والأسباب المترتبة على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الزواج ما أمر الله به ورسوله لما فيه من المصالح والمنافع العظيمة. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والله جل وعلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لأولياء النساء: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فلا يجوز عضل المرأة إذا جاء إليها كفء، إذا خطبها كفء رضيت به، فلا يجوز منعها من الزواج منه لأي غرض كان، سواء كان لأجل استثمار المرأة أن تكون موظفة لها رواتب وليها يريد أن يستثمرها تبقى بدون زوج، هذا حرام عليه، أو كان لغير ذلك، أو لأجل أن تبقى تعمل عنده أو ما أشبه ذلك. والعضل محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وقال سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فهذا الذي عضل ابنته السائلة قد أخطأ في حقها، ولكن عليها هي أن تسامحه ما دام أنه قد مات وهو والدها، عليها أنها تسامحه وتدعو له لعل الله أن يغفر له، وإلا فالأمر خطير جدا.